عاملين ايه سنة تالتة؟ النهاردة هناخد درس المضلعات. المضلع ايه هو؟ المضلع هو شكل هندسي بيتكون من ايه؟ مغلق. شكل هندسي مغلق، يبقى اول شرط عندي ان هو ايه؟ مغلق. تمام. تاني حاجة بيقول ايه؟ المضلع شكل هندسي مغلق يتكون من قطع مستقيمة. قطع، يبقى تاني شرط قطع ايه؟ مستقيمة. يبقى انا عندي شرطين عشان الشكل اللي عندي يبقى مضلع. ايه هما الشرطين؟ مغلق ويتكون من قطع مستقيمه. يبقى تاني المضلعات هي ايه؟ هو شكل هندسي مغلق يتكون من قطع مستقيمه. هروح اشوف اي شكل يقابلني هو مغلق ويتكون من قطع مستقيمه ولا لا. طب انا عايزه يا ميس اعرف حاجه، ايه هي؟ هو ايه القطع المستقيمه دي؟ القطع المستقيمة هي مجموعة من النقاط كده جنب بعض، دي بيسمى قطع مستقيمة. عارفة نقطة البداية بتاعتها ونقطة الايه؟ النهاية، فبسمي دي قطعة مستقيمة. نيجي ناخد أول شكل عندي هنا. الشكل اللي أنا عندي ده مغلق، أيوة يا مس مغلق، يتكون من قطع مستقيمة، أيوة. أدي واحد اتنين تلاتة، يبقى هقول ده ايه؟ مضلع. ندخل على الشكل اللي بعده، عايزين نشوفه. أول نشوف الشرطين متحققين ولا لأ. اول شرط مغلق، ايوه يا مس الشكل ده مغلق اهو. تمام، بيتكون من قطع مستقيمه، ايوه. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى اقول له ده ايه؟ مضلع. ندخل على الشكل اللي بعده هنا، مغلق، ايوه مغلق، بيتكون من قطع مستقيمه، واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى ده برضو ايه؟ مضلع. ندخل على دي، فاكرين اسمها؟ خدناها في سنه تانيه، كان اسمها ايه؟ الدائره. برافو، هي الدائرة مغلقة يا مس بس ما فيهاش قطع مستقيمة، يبقى اقول له دي ايه؟ مش مضلع. ندخل على الشكل اللي بعده، فاكرين اسمه؟ كان اسمه ايه سنة تالتة؟ مستطيل. برافو، تعالوا كده، مغلق يا مس، تمام، وبيتكون من قطع مستقيمة. ده ادي واحد اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، يبقى ده اسمه ايه؟ مستطيل، مغلق وبيتكون من قطع مستقيمة، يبقى ده مضلع. تمام، يبقى احنا دلوقتي يا سنه ثالثه عرفنا المضلع. ايه هو المضلع؟ شكل هندسي مغلق وبيتكون من قطع مستقيم. الشرطين دول يا مس لازم يبقوا ايه؟ متحققين. ندخل على اللي بعد، يلا يا سنه ثالثه. اول شكل عندي ده اسمه المثلث. تمام، عايزين نعرف يا مس المثلث ده فيه كام ضلع وكام راس كم زاوية؟ تعالوا نعرف كده. ادي الضلع، ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى فيها مثل تلات اضلاع. الرؤوس، الرأس اللي هي بره دي، ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى فيه برضو يا مثل تلات رؤوس. الزوايا، واحد اتنين تلاتة، الزوايا اللي هي جوه، يبقى فيه كام؟ تلات زوايا. نيجي ندخل على الشكل اللي بعده، مين الشاطر اللي هيقول لي خدناه السنة اللي فاتت كان اسمه ايه؟ الدائرة. برافو، احنا قلنا الدائرة فيها اضلاع؟ لا، يبقى صفر. فيها رؤوس؟ لا يا مس ما فيهاش رؤوس. فيها زوايا؟ لا، يبقى هقول له برضو ايه؟ صفر. ندخل على الشكل اللي بعده، الشكل ده اسمه ايه يا مس؟ اسمه مربع. ايه الخصائص بتاعته؟ الاضلاع بتاعته متساويه، الاربع اضلاع مالهم متساويه. هو في كام ضلع يا مس؟ انا مش عارفه اعدهم، تعال نعدهم كده مع بعض. واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى المربع فيه كام ضلع؟ اربع اضلاع. كام راس؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى اربع رؤوس. كام زاويه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى كام زاويه؟ اربع زوايا. ناخد خصائص المربع كده بسرعه، الاضلاع بتاعته متساويه، الاضلاع بتاعته ايه؟ متساويه، والزوايا بتاعته قوائم. ندخل على الشكل اللي بعده، ايه الشكل ده يا مس؟ اسمه مستطيل. ايه الخصائص بتاعته؟ كل ضلعان متقابلان متساويان. هو في كام ضلع يا مس؟ تعالوا نعدهم كده، واحد واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى اربع اضلاع. كم راس؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى أربع رؤوس. كم زاوية؟ برضو هنعدهم هنلاقيهم كام؟ أربعة. لاحظنا إيه سنة تالتة؟ لاحظنا في المربع يا مس إن عدد الأضلاع بيساوي عدد الرؤوس بيساوي عدد الإيه؟ الزوايا. إزاي يا مس؟ تعالوا كده معايا، أنا هنا في المربع لقيت فيه كام ضلع؟ أربعة،
ولقيت فيه كام رأس؟ 4. وكم زاوية؟ 4. زي المستطيل، لقيت يا ميس ان انا عندي في المستطيل 4 زوايا واربع اربع رؤوس واربع زوايا واربع ايه؟ اضلاع. وكذلك المثلث كان 3 اضلاع وثلاث رؤوس وثلاث ايه؟ زوايا. نكمل يا سنة تالتة. اول شكل عندي ده، تعالوا نعد الاضلاع بتاعته، 1 2 3 4 5 6. تمام. الشكل ده بسميه شكل سداسي. بسميه ايه؟ سداسي. في كام ضلع؟ 6. تمام. وفي كام رأس؟ لو رحنا نعدهم 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 رؤوس. كام زاوية؟ تعالوا نعدهم 1 2 3 4 5 6، يبقى 6. يا ماس انا مش هقعد اعد كل مره، ما هو معروف على طول عدد الاضلاع بيساوي عدد الرؤوس بيساوي عدد الايه؟ الزوايا. برافو. نيجي ناخد الشكل اللي بعده، ده بيضاوي. في رؤوس؟ في اضلاع؟ لا، في صفر. في رؤوس؟ لا، صفر. في زوايا؟ يبقى لا، برضو صفر. الشكل اللي بعده ده اسمه المعين. ايه الخصائص بتاعته؟ الاضلاع بتاعته كلها مالها؟ متساويه. في كام ضلع؟ 4. يبقى على طول الزوايا كام؟ الرؤوس 4 والزوايا برضو كام؟ 4. اظن احنا عرفنا بنعدهم ازاي. الشكل اللي بعده ده تعالوا ناخد اسمه، نعد الاضلاع بتاعته الاول، 1 2 3 4 5. يبقى انا لما ده اولا يا مس ده مضلع، احنا عرفنا من شويه ان هو مضلع عشان مغلق وبيتكون من قطع مستقيمه. تمام. هو بيتكون من كم ضلع؟ 1 2 3 4 5. بسميه خماسي. بسميه ايه؟ خماسي. بسميه ايه؟ خماسي. تمام. كم عدد الاضلاع؟ قلنا 5. نعد عدد الرؤوس، 1 2 3 4 5. يبقى عدد الرؤوس برضو كام؟ 5. عدد الزوايا، 1 2 3 4 5. يبقى اقول له عدد الزوايا برضو كام؟ 5. بيقول لي صل بين اسم الشكل الثلاثي الابعاد والرسم المناسب. مربع، فين المربع؟ احنا قلنا خصائص المربع ايه؟ الاضلاع بتاعته يا ميس كلها متساويه. فين اللي اضلاعه هنا كلها متساويه؟ ده. يبقى هوصل المربع. تاني حاجه بيقول لي المستطيل، فين المستطيل؟ المستطيل يا ميس الخواص بتاعته ايه؟ كل ضلعان متقابلان متساويان. كل ضلعان متقابلان مالهم؟ متساويان. والزوايا بتاعته كواكب. يبقى هوصل المستطيل بده. المثلث، هو المثلث كده، مين اللي عارف المثلث بيتكون من كم ضلع؟ المثلث يا مس بيتكون من 3 اضلاع. انا هدور يلا على الشكل اللي بيتكون من 3 اضلاع. ده لا يا مس، ده بيتكون من 4 اضلاع، وده 4، انما مين ده؟ يبقى هقول له المثلث اهو بيتكون من كام ضلع؟ 3 اضلاع. شبه المنحرف، ايه الخصائص بتاعته؟ فاكرينه شبه المنحرف ده يا مس اللي هو كان فيه ايه؟ ضلعان فقط متوازيان. ضلعان عاملين كده زي شريط السكه الحديد، ضلعين فقط متوازيان والتانيين غير متوازيان. يبقى هقول له فين شبه المنحرف ده. اللي بعده متوازي الاضلاع. ايه هو يا مس متوازي الاضلاع ده؟ كل ضلعان متقابلان متوازيان. كل ضلعان متقابلان مالهم؟ متوازيان ومتساويان. مش ده يا مس عامل زي شريط السكه الحديد؟ ده بيوازي ده وده بيوازي ده. يبقى اقول له ده مين؟ ده متوازي الاضلاع. هنا بقى يا سنه ثالثه بيقول لي اكتب لي ايه؟ مش احنا عرفنا اسم المضلعات؟ تعال نكتب لي اسم كل واحد فيهم. اول شكل عندي ده، مين الشاطر اللي هيفتكره؟ الاضلاع بتاعته متساويه. كم ضلع؟ 1 2 3 4 4. اسمه يا ميس انا فاكره مربع. برافو. اللي بعده مس، تعالوا نعد عدد الاضلاع الاول، 1 2 1 2 3 4. عدد الاضلاع 4. كان اسمه ايه اللي كل ضلعين قصاد بعض قد بعض؟ اسمه يا مس مستطيل، والزوايا بتاعته كواكب. تعالى للي بعده، ايه يا مس اللي فيه ضلعين متوازيان والتانيين غير متوازيان؟ ده اهو بيوازي ده. تمام. والدنين يا مس مش متوازيان، مش عاملين زي شريط السكه الحديد. كان اسمه ايه الشكل ده؟ شبه المنحرف. عدد الاضلاع فيه تعالوا نعدهم، ادي 1 2 3 4. يبقى اقول له عدد الاضلاع كام؟ 4.
الاخير ده كم ضلع؟ واحد اتنين تلاته. اسمه ايه؟ مثلث. ندخل على اللي بعد. دي مين؟ اكيد كلنا عارفينها، اسمها ايه؟ الدائره. هل الدائره فيها اضلاع؟ لا، يبقى اقول له عدد الاضلاع ايه؟ صفر. ندخل على الشكل اللي بعد. نعد الاضلاع بتاعتي، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى عدد الاضلاع خمسه. قلنا بنسميه ايه؟ خماسي. بنسميه ايه؟ خماسي. ندخل على الشكل اللي بعده، واحد اتنين، نعد الاضلاع بتاعتي، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه، عدد الاضلاع تمانيه، بسميه ايه؟ ثماني. بسميه ايه؟ ثماني. يبقى اللي الشكل الثماني بيتكون من كام ضلع؟ تمانيه. الخماسي خمسه، السداسي سته. تعالوا ناخد الشكل اللي بعد، كم ضلع؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، عدد الاضلاع سته، هسميه ايه؟ سداسي. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سداسي. سنه ثالثه.